راديو أوريانت يقدم. رقصة ستي مع سمر كوكاش. قصص رائدات الأدب والفكر والفن الذين أثروا الحياة الاجتماعية بمساهماتهن وكفاحهن في بلاد الشام. رقصة ستي مع سمر كوكاش. حلوة عباتك عباية، حلوة عباتك. الله الله الله، يسعد أوقاتكم مستمعو مستمعات راديو أورينت. يمكن في كتير رح يقول إنه شو يلي أنا عم غني، ومعكن حق، بس أنا بالحقيقة ما كنت عم غني، أنا كنت عم دندن. لأنه هاي الغنية من وقت ما قريت عنها وعن مطربته وأنا عم حضر الحلقة، وهي علقانة على راس لساني. بس لا تخافوا، أكيد ما رح أكتفي بدندنتها بصوتي وبس، ورح سمعكن مقاطع منها خلال هالحلقة من برنامجنا رقصة ستي، يلي رح نحكي فيها عن صاحبة هالأغنية الخالدة بذاكرة بلاد الشام كلها، أغنية يم العباية. أما صاحبتها فكانت أشهر من نار على علم، وكانت بتحمل اسم سهام رفقي. إذن شخصية حلقتنا اليوم هي المطربة السورية اللبنانية، أو بالأحرى المطربة الشامية سهام رفقي. المطربة الشامية سهام رفقي الموثوقة، يلي بتحمل المعلومات التفصيلية الدقيقة عن مكان ولادتها وسيرة حياتها المثيرة، مشوار الفني الحافل، ما رح تلاحقوها على شبكة الإنترنت، والثلاث أسطر المكتوبين عنها على موقع ويكيبيديا مع قائمة الأفلام يلي مثلت فيها أكيد بيعوزن الكتير من الدقة. مشان هيك يلي حابب يعرف قصة حياتها المطربة اللامعة يلي شغلت الناس بأربعينيات القرن العشرين، واعتزلت الفن وهي بقمة مجدها الفني وما تجاوزت 24 من العمر. مالكن غير برنامج رقصة ستي، خلوكن معنا لنحكي لكم عن سهام رفقي ونذكركن بأشهر أغنياتها يلي لهلأ متداولة على موقع اليوتيوب وعليها عشرات آلاف المشاهدات. طبعاً يم العباية هي أشهر أغنيات سهام رفقي، يعني إذا بدكن تختصروا سهام رفقي بأغنية واحدة فلا بد إنه تكون هاي الغنية هي أم العباية. يم العباية. مثل ما إذا بدنا نختصر المطربة لور دكاش بأغنية فلا بد إنه تكون هاي الغنية هي أمنتي بالله. وهيك بحياة كل مطرب أو مطربة أغنية رفعتها إلى مصاف الشهرة والنجومية، وحققت نقلة نوعية بمسيرتها الفنية. بس قبل ما نحكي لكم عن زمن الشهرة والانتشار بحياة بطلة حلقتنا سهام رفقي، لابد أنه نوقف عند مأساتها المطربة الحياتية، ويلي بلشت من سن 13 سنة بمعاناة مع موافقة الأهل على الزواج بهالسن الصغيرة. ويمكن معهن حق، وخصوصاً إذا كان المتقدم لخطبة بنتهم هو فنان أو مونولوجيست، وكلنا بيعرف شو يعني فنان بنظر المجتمع بهداك الوقت من ثلاثينات القرن العشرين والعياذ بالله. أنتم تستمعون لبرنامج رقصة ستي مع سمر كوكش عبر راديو أورينت. آب أغسطس من عام 1926 ولدت فاطمة سهام القصاب بمدينة طرابلس الشام، وكانت عائلة القصاب أحد أكثر الأسر الطرابلسية محافظة
وتمسكاً بالعادات والتقاليد. ومشان هيك ما تخيلوا بيوم من الأيام إنه واحدة من بناتهم توقف على المسارح وترفع صوتها بالغناء، وخصوصي إنه مدينة طرابلس الشام بهديك الفترة من ثلاثينيات القرن العشرين كانت مدينة صغيرة ومحافظة، وغالبية أهلها بيعرفوا بعضهم البعض، وبتنتشر الأخبار بأحياء أو حاراتها بسرعة البرق. مشان هيك ضل صوت فاطمة سهام القصاب أو سهام رفقي مثل ما بتنعرف بعدين محصور بين جدران البيت والمدرسة، كان يعهد إليها بمعظم أدوار البطولة بتمثيليات المدرسة. وبيوم من الأيام حضرت سهام حفلة خاصة أقيمت للسيدات بطرابلس بمناسبة عيد الفطر، وشافت فنان لبناني شاب اسمه رفقي الأفيوني عم يلقي مونولوجات ودويتوهات خفيفة مع صديق إله اسمه عبدالله المدرس، فأعجبت فيه كفنان مو كزوج للمستقبل، لأنه بهداك الوقت كانت مخطوبة لشاب من عيلتها. بس رفقي الأفيوني قرر رغم هيك إنه يجي يخطبها من أهلها على سنة الله ورسوله، ووعدوه أهلها بإنهم يدرسوا الموضوع. وبمجرد ما انتهت الزيارة وغادر هو ورفيقه عبدالله المدرس، حتى انهالوا عليها بالضرب المبرح إنه كيف عطت عنوان بيتها لواحد فنان يجي يخطبها. هربت سهام من بيت أهلها وراحت على الفندق يلي نازلة فيه الفرقة تبع رفقي الأفيوني، وأخذت معها الأوراق الثبوتية وقررت تهرب هي وياه لمدينة حمص، طبعاً أقرب مدينة على طرابلس. وهنيك نامت مع زوجة عبدالله المدرس بغرفة واحدة لبين ما تتم معاملة الزواج، بس أهلها لحقوها على حمص وجرجروها على الشرطة، واتهموا الفنان يلي طالب القرب منها بأنه خاطف بنتهم وعم يتاجر بالرقيق الأبيض. بس هنن قدموا أوراق تثبت أنهم كاتبين كتاب شيخ ورايح على دمشق ليثبتوا زواجهم بالمحكمة الشرعية بالشام. بس رغم هيك واجهتهم عقبة أنه سهام كان عمرها 13 سنة، يعني صغيرة وما ممكن تتزوج إلا بموافقة أهلها، ومشان هيك ساووا معاملة رسمية لتصحيح ميلادها، واضطروا يضيفوا 4 سنين لعمرها لحتى تكون ولية أمر نفسها. وهذا اللي جعل سن ميلادها المتداول بالمراجع الفنية بعدين هو 1922 مو 1926 مثل ما هو بالحقيقة. وتمكنت سهام رفقي بعد هيك من أنه تتزوج من رفقي الأفيوني يلي أعطاها اسمه، صار اسمها سهام رفقي بدل فاطمة سهام القصاب. بس بالحقيقة ما كان زوجها الأول هو يلي قدر يبلور مسيرتها الفنية ونجاحاتها كفنانة ناجحة، وإنما كان الملحن السوري عبد الغني الشيخ يلي كان ملحن وشاعر يكتب كلمات الأغاني، وضلت سهام تقول عنه أستاذي طول حياتها. وكان أول أغنية لحن لياها وكتب كلماتها باللهجة السورية روح الله يسامحك، وبعد النجاح الكبير يلي حققته لحن لأغنيات يا ويلو يلي ما يخاف ربه وليلي ارحمني نسيت تغني يا صغير ليش ما تخاف الله. هالأغاني وسواها خلت اسم سهام رفقي على كل شفة ولسان مثل ما بيقولوا، وانتشرت انتشار كبير بسوريا قبل لبنان، وطبعت أغانيها على أسطوانات كايروفون الشهيرة. أسطوانات كايروفون سهام رفقي. تخاف الله وين تروح وتجفي ما تخاف الله ليش ليش يا ولفي ما تخاف الله. وهيك بلشت سهام رفقي تتابع مسيرتها الفنية، وكان التحدي الأبرز بالنسبة لإلها إنه تغني بحلب قدام الجمهور الحلبي وسميعة الطرب، لأنه قالوا له وقتها إنه يلي بينجح بحلب ممكن ينجح بأي مكان. وكان عمره 15 سنة وأتكونت أول فرقة حملت اسمها وراحت على مدينة حلب لتغني وهي حاطة قلبها على إيدها مثل ما بيقولوا. وبمجرد ما وصلت راحت تحفظ القدود والموشحات، وقدمت دويتو غنائي بمرافقة زوجها رفقي الأفيوني، وقدمت كمان فصل كوميدي لاضطر الحفلة،
وقفت بملهى شهير اسمه ملهج نيد لتغني، فلاقت نجاح كتير كبير بين جمهور السميعة الحلبية يلي صفقولها وقدروا صوتها القوي الواسع النبرات، وأطلق عليها صاحب ملهج نيد ذات القدم الأخضر، ومعناه بالعامية إنه رجلة جرارة وجهها حلو على المحل. بس الغريب إنه سهام رفقي بعد ما خلصت بحلب راحت على حمص وهي واثقة من نفسها لتحيي حفلة بمناسبة موسم خميس المشايخ، وهو شي بيشبه احتفالات يوم الأربعاء عند الحماصنة. دخيل عينهم مأطيب قلبهم، بس مزاجهم ما طبع على مزاج سهام رفقي، ففشلت حفلتها فشل زريع وخسرت كل شي جمعته من أموال بحلب بقعدتها بالأوتيل هي وفرقتها ومصاريف الحفلة، وظلت 3 أيام عايشة على ورق الخس لأنه ما معها تشتري أكل، مثل ما بتقول بإحدى حواراتها الصحفية المنشورة عام 1964. حتى إجا متعهد جديد وشفق عليها وعطاها سلفة لتساوي حفلة تانية وتسد جزء من ديونها، فغنت أغنية تحول يا غنام التراثية الشهيرة يلي نجحت مع نجاح باهر وأنقذتها من الفشل والإفلاس. الله على حول يا غنام، قديش مطربين غنوها ودندنوها، وكل واحد كان يقدمها بإيقاع شكل وإحساس شكل يترك بصمته وروحه فيها. خلوكن معنا بعد الفاصل لنتابع حلقتنا عن صاحبة الصوت الشجي سهام رفقي ومعاناتها مع زوجها الأول يلي دفعتها للاعتزال فيما بعد، ودائما على راديو أورينت. أنتم تستمعون لبرنامج رقصة ستي مع سمر كوكش عبر راديو أورينت. أهلا وسهلا فيكم مستمعات ومستمعو راديو أورينت مع برنامج رقصة ستي، والحلقة عن مسيرة سهام رفقي. الحقيقة حياة الفنانين كانت سلسلة من النجاحات وحالات الفشل، وشفنا كيف إنه اللي ممكن يعجب جمهور ما رح يعجب جمهور تاني، وهالشي اتكرر مع سهام رفقي لما راحت هي وأستاذها الملحن السوري عبد الغني الشيخ للأردن عام 1943 لتقدم مجموعة حفلات، بس تفاجأت بتلقي الجمهور البارد إلها. حتى إجا مين همس بإدنا جمهور الأردن بطبعه وتركيبته جمهور بدوي عشائري بيحب النغم يلي بتحاكي بيئته، مالك حافظة شي من اللون البدوي تغني له لهالجمهور؟ وفجأة تذكر عبد الغني الشيخ غنية يمه العباية يلي كان لحنها على أساس تتقدم بالعراق، وقعدت سهام رفقي تحفظ اللحن والكلمات خلال يوم واحد، وما إجا موعد حفلتها بآخر الليل إلا وكانت حافظتها ومتدربة عليها على الآخر، وبمجرد ما غنتها حتى دوت مثل القنبلة عند الجمهور الأردني لدرجة إنه غنتها 17 مرة بحفلاتها. فكانت هي قصة أول أغنية بدوية توجتها ملكة للأغنية البدوية قبل ما يسمعوا الناس بعدين باسم سميرة توفيق يلي حاولت تغزل على نجاح سهام رفقي مع ذات الجمهور. وهيك من نجاح لنجاح استمرت سهام رفقي تتألق، بس معاناتها الحقيقية كانت مع زوجها الأول رفقي الأفيوني يلي كان يمنعها من ممارسة أمومتها بعد ما أجبرها 9 مرات على الإجهاض بحجة إنه الحمل والولادة لحتعيق مشوارها الفني.
وكاد إنه يهدد هالشي حياته أكتر من مرة. وبتروي سهام رفقي بإحدى حواراتها الصحفية النادرة معاناتها الأليمة من هالشي، وبتقول: لن أنسى يوم كنت في القاهرة في عيادة أحد الأطباء المصريين، وبعد أن استخرج جنين قطعاً وكنت في الشهر الخامس من حملي، ولاحظ علي علامات الإجهاد، نهرني بقوله: أم يا شيخة لحسن تموتي وتوقعيني في داهية. فتمالكت نفسي وجررت قدمي إلى المنزل، وكنت إذا ما سألني أحد الجيران عما حل بي قلت: لقد زلت بي القدم على درجات السلم فأجهضت. وخلال وجودها بالقاهرة بأربعينيات القرن العشرين، شاركت سهام رفقي ببطولة 3 أفلام سينمائية، هي البريمو والزيناتي خليفة وعودة الغائب، يلي حققت فيها نجاح كتير كبير. بس استمرت الخلافات بينها وبين زوجها لوقت صار الطلاق عام 1948، وفوق هيك استولى على كل مدخراتها من حفلاتها الأخيرة الناجحة. بس تألقها الفني الكبير بهديك الفترة مكنها من أنه تحظى بعقد من أمير الكمان العازف السوري الشهير سامي الشوى، لتروح لأمريكا تقدم حفلات هنيك لمدة 5 سنين، وكانت على وشك تنفيذ العقد لولا وقوع نكبة فلسطين يلي خلتها تتوجه للإذاعة لتغني لجيش الإنقاذ جينا لك يا فلسطين، وهي الأغنية يلي ألهبت حماس الشارع العربي. بس بالطبع ما منعت من ضياع فلسطين. وختام مشوار سهام رفقي الفني كان بتعرفها على الشخصية الوطنية اللبنانية ورجل السياسة عبد الله الأسير، يلي عرض عليها الزواج بس اشترط عليها اعتزالها للفن وسحب اسطواناتها من السوق. التزمت سهام رفقي اعتزال الفن قبل ما تكمل 24 من عمرها، وحققت أمومتها مع زوجها الثاني بعد ما تمكنت من إنجاب 3 أطفال اعتبرتهم أجمل 3 أغنيات بحياتها. ورحلت عن عالمنا عام 2007 عن 81 سنة، تاركة ذكرى جميلة من سيدة اختارت الأمومة على حساب الفن، لأنه شافت بهذا الشيء تعبير كمان عن نشاط اجتماعي خلاق بالنسبة لإلها كانت بتوق شخصياً لممارسته. أما صرامة موقفها الشخصي بالفن، وهو موقف بيمثل الكثير من جداتنا الرائدات، فعبرت عنه بالقول: مما أتباهى به أنني والحمد لله لم أضحي يوماً بكرامتي في سبيل مصلحة أو عمل فني، بل حافظت على تلك الكرامة وصنتها من كل شائبة كان يمكن أن تشوبها. أنتم تستمعون لبرنامج رقصة ستي مع سمر كوكش عبر راديو أورينت. وصلنا أعزائي مستمعي راديو أورينت لختام هالحلقة المميزة من برنامج رقصة ستي، يلي استعرضنا فيها مسيرة ابنة طرابلس الشام الفنانة سهام رفقي صاحبة الأغنية الشهيرة يم العباية. كونوا معي أنا سمر كوكش بمثل هالوقت من الأسبوع القادم لنحكي قصة جديدة ونستعرض سيرة ملهمة جديدة من سير رائدات الفكر والفن والأدب ببلاد الشام، وحصرياً على راديو أورينت وبرنامج رقصة ستي. كنتم مع رقصة ستي، تقديم سمر كوكش، إعداد محمد منصور، إخراج عبد الرحمن يوزباشي، إنتاج راديو أورينت 2021.